السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع تلاميذ المقبلين على شهادة تعليم متوسط. جمعة مباركة على الجميع. اليوم بإذن الله راح نتطرق للوضعيات، راح نشوفوا وضعيات. حبيت نتكلم لكم على وضعيات خاصة بالمحور الأول وشوية من المحور الثاني. كما على بالكم باللي في المحور الأول راح قريتوا يعني على المعالم التاريخية والأوستاندين فيجرز، الشخصيات البارزة اللي أثرت في الأدب والتاريخ والفن والمعالم التاريخية في العالم كامل. اليوم حبيت نبدأ معكم مع معالم يعني عندنا هنا في بلادنا، ومن بعد نشوفوا معالم أخرى في دول أخرى. هنا على بالكم باللي المعالم التاريخية كي تجوا تكتبوا عليهم هما راحين يمدوا لكم معلومات، يعني ما راحينش يقولوا لكم اكتبوا هكا من رسانكم، راحين يمدوا لكم المعلومات الخاصه بهذاك المعلم. اي معلم يعني تلقاو فيه هذه المعلومات، تلقاو name of landmark اسم المعلم، اللوكيشن واللي هو الموقع تاع هذاك المعلم، الديزاينرز ولا الاركيتكتس المصممين ولا المهندسين، الديت اوف كونستراكشن تاريخ البناء. ومن بعد تكلموا شويه، ومن بعد يعطوا لكم شويه على الهايت العلو ولا الطول، الويت الثقل، مثلا الا كان كاينه حاجه فيه كيما البيج بان عندها الجرس هذاك، ديامتر القطر، والاريا المساحه. يعني المعلومات هادو كامل تقدروا تلقاهم يتعاودوا في كل المعالم، في اغلب المعالم هكا باش ما نكونش غلطه. وانتوما عليكم ترفدوا هادوك المعلومات وتوظفوهم في الفقره ديالكم، وتخرجوا على فقرة تكلموا على معلم تاريخي مشهور. اليوم حبيت نعطيكم مثال على المسجد الأعظم، واللي هو يعتبر معلم من المعالم الجزائرية. على حبيت نركز لكم عليه كمثال، لأنه توقعتوا أنه يطيح، لأنه غير مازالوا ما عملوش عليه المسجد الأعظم، وحاجة جديدة وغير ما دشنوه، يعني ممكن متوقع أنه يطيح. هنا كما قلت لكم كي تجو تكتبوا نتوما على المعلم التاريخي كيفاش تعملوا. اول حاجه تبداو تكتبوا اسم المعلم كيما هنا The Great Mosque of Algiers، المسجد الاعظم، اور نسموه جامع الجزائر. is located، تروحوا تكلموا على اللوكيشن على الموقع. is located in المحمديه، is located in المحمديه واللي جايه في Algiers. It is the third largest mosque in the world. هو ثالث أوسع مسجد في العالم. After the two holy mosque in Saudi Arabia. بعد الزوج المسجدين هادو اللي جايين في السعودية. The mosque was designed. بعد شوفوا بعد ما تذكروا الاسم وتذكروا الموقع تاعه وين جاي. Exactly. المدينة والبلاد تروحوا طول الديزاينرز. شكون هما المصممين؟ The mosque was designed and constructed by the China State Construction Engineering Corporation. دونك هذه الشركة الصينية اللي بنات المسجد الأعظم تاعنا. On August, وتمدوا لادات كي مدوها لكم بيان سور. On August 16, في 16 أوت 2012 بناوه. Its size of an area. بعد هذا كما قلت لكم تروحوا للديتا، يعني تحكوا على المساحة، تحكوا على العلو، تحكوا على القطر كما يمدوا لكم هما، يعني ما تجيبوش من رسانكم. هنا its size of an area of 400,000 square meters، يعني 400,000 متر مربع. And has 265 meters، 265 متر high، علو. Which makes it the tallest building in Africa. دونك بالطول هذا واش خلى هذا المسجد، خلاه اطول بنايه في افريقيا، المسجد الاعظم. It includes a 20,000 square meters praying halls. يعني لي هول اللي داروا من الداخل فيه للصلاه راهم 20,000 متر مربع. which can hold a capacity، واللي عنده القدرة capacity of 120,000 worshippers، يعني المصلين. شوفوا العدد تاع المصلين يقدروا يصلوا في هذا المسجد. The Great Mosque of Algiers، المسجد الأعظم للعاصمة، is truly a masterpiece of art، يعني قطعة من فن. and an outstanding example، ومثال of rich history، لتاريخ
غني. هنا حبوا هادو حبوا يزيدوها برك باش يختموا هذا مكان of history in the religion of Islam. كيما على بالكم باللي المسجد هو احنا مسلمين اكيد المسجد يمثل حاجه مليحه وغنيه للاسلام and the country of Algeria. يعني انا واش حبيتكم ما نقدرش نمد لكم وضعيه تحفظوهم، وشي هو كي تفهموا الطريقه خلاص طبقوا، تستعملوا كيما قلت لكم الايز ولا في يعني تعملوا البريزنس في الاول، ومن بعد كي تحكوا على الديزاينرز اي حاجه فاتت مثلا تاريخ تدشين وقت دشنوه مثلا شحال الاخر تستعملوا الباست. هذا ما كان كيما هنا عندنا الميرتاير ولا مقام الشهيد، كيما ذا جريت موسكي. عندي مثال ثاني حبيت نحطه لكم واللي هو سد، هذا سد جسر سيدي مسيد اللي جاي في قسنطينة. هذا الجسر ثاني مهم، معلم تاريخي وما عملوا عندهم بزاف ما حطوش عليه. دونك ذا سيدي مسيد بريدج واللي هو جسر سيدي مسيد also known as the suspended bridge is one of the highest and most spectacular bridges in Algeria. يعني هو قال لك هنايا هو اعلى، يعتبر واحد من اعلى الجسور في الجزائر. It is located in Constantine في قسنطينة the city of bridges مدينة الجسور. It was، شوفوا هنا تكلمنا استعملنا is present بصح كي بدينا نتكلموا على designers اي حاجة فاتت نستعملوا الباست. It was designed by the French engineer Ferdinand Arnodin on 19 April 1912. هنا تمدوا الاسم تاع ديزاينر والتاريخ. The bridge is 164 متر long، يعني الطول ديالو 164 and 175 متر high، العلو تاعو above the Rommel River على نهر الرمال اللي جاي في قسنطينة. It is suspended between two arcs with cables، بيان سور فيه الحبال كيما نقولوا يقولوا قنطرة الحبال، ها الحبال. It links the Kasba to the slopes of Sidi Msid Hill، يعني يربط بين القصبة هما ثاني عندهم القصبة وسيدي مسيد هيل، هذا بط سيدي مسيد. It was regarded as the highest bridge in the world، واعتبروه كأعلى جسر for 17 years، لمدة 17 سنة from 1912 to 1929. في هذه المدة اعتبروه أعلى جسر. It is a stunning monument which a lot of tourists visit it every year. دونك هو ثاني يزوره. هذه هي يعني ماشي حاجة واعرة ولا تجيكم صعيبة. دركا نروحوا لل outstanding figures، هما ثاني عندهم طريقة تكتبوا بها هذا مكان، يعني تعتمدوا على المعلومات اللي يمدوا لكم. بالنسبة للشخصيات ال outstanding figures كما قلت لكم حبيت نخير لكم زوج واللي هما امرأتين معروفتين. يعني عندنا بزاف حنا زهرة دريف، هي واحدة منهم زهرة دريف والأخرى جميلة بوحيرت، وعندنا ثاني عندنا محمد ديب الأمير عبد القادر، عندنا كاتب ياسين. دونك هادو بزاف يعني شخصيات بارزة عندنا تاع بلادنا. وشي هو قبل ما نبداو حبيت نفهمكم في حاجة. هنا بالنسبة للأوستاندين فيجرز راحين شتو هذه الاي دي كارد اللي قريتوها في العام اللي تتضمن المعلومات تاع الشخصيه، مثلا كيما هنايا هنا راهم يحكوا على الباينتر، هذا يمدوا لكم الفيرست نيم شير نيم يعني النيم الاسم تاع هذاك الشخصيه يمدوه لكم، الديت اوف بيرث وبليس اوف بيرث تاريخ ومكان الازدياد يمدوها لكم، اللوكيشن اوف بيرث بليس هذه زادوها، ديت اوف ديت وبعد يمدوا لكم تاريخ الوفاه، الناشناليتي ديالو يمدوا الاوكيبيشن الوركس فيموس وركس اكسترا. هذا مكان هادو هما المعلومات اللي راحين تستعملوهم وتكتبوا. حبيت نشرح معاكم ونشرح لكم هذا المثال على جميله بوحيرت ونشوفوا الطريقه كيفاش هما يمدوا لكم اسم الشخصيه. نتوما راحين تستعملوا البريزنت في الاول از، تقولوا هذاك الشخصيه واش يكون، مثلا كما هنا جميله بوحيرت هي مناضله فريدم فايتر مناظرة، إلا كان كاتب تقولوا رايتر، إلا كان شاعر تقولوا بوت، إلا كان مثلا فنان ولا تقولوا ارتست ولا، المهم تذكروا واش يكون وتذكروا الجنسية ديالو في الأول كي تحبوا في الأول تحبوا من بعد. بون كيما هنا واش نقولوا جميلة بوحيرت is an Algerian woman freedom fighter مناضلة جزائرية.
ومن بعد تروحوا لتاريخ الميلاد ديالها. She was born بيان سور تستعملوا الباست الماضي. She was born in القصبة في القصبة Algiers وتمدوا التاريخ in 1935. تحطوا نقطة تبدأوا جملة جديدة. هنا كيما هنا هما حبوا يذكروا شوية الخصال تاع هذه جميلة بحيرت. كنت حبوا مثلا ما تعرفوهمش ما تذكروهمش. She was a faithful مخلصة fearless يعني ما تخافش and unafraid woman. تخلص الجملة تبدأوا يدو capital letter نفس الشيء. She started هنا كي تبدأوا تحكوا على أي حاجة مثلا الدراسة نتاع هذاك الشخصية تقولوا studied كل شهادو في الماضي يعني من تاريخ الميلاد وهبط تستعملوا الباست simple. She started her national struggle against the French colonization هنا رانا نقولوا باللي هي بدات النضال ديالها ضد الاستعمار since a very young age يعني كي كانت بصغيرة aged 20 years old كان في عمرها 20 سنة. ومن بعد she joined the Algerian National Liberation Front وليه الأفلان when the Algerian Revolution broke out in 1954. شوفوا هاد المعلومات ما تخافوش منهم هادو هما يمدوه لكم مثلا باللي هي انضمت الأفلان في 54 باللي هي بدأت تحارب كي كانت صغيرة يمدوا لكم معلومات وما معليكم غير ترتبوهم هذا ما كان. ومن بعد she was the first volunteer to plant a bomb in the roads used by the French military كما على بالنا بلي هي حطت بومبا للفرنسيين. She was also involved in the Battle of Algiers شاركت في حرب الجزائر which occurred in 1957. ومن بعد this trustworthy freedom fighter هنا راهم يشكروا فيها برك هذا ما كانوا يحكوا عليها was an important part هذه كنهاية يعني ختام في الأخير نقولوا مثلا it's an important part in the struggle for the independence يعني كانت عضو فعال في باش حقنا الاستقلال and the dignity of Algeria وكرامة الجزائر and it is and she and is still a very significant figure وتبقى شخصية بارزة مميزة that calls for protest to improve legal المساواة social political and economic situation أوضاع for women أوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذه كخاتمة فقط انتما أصلا ما يحاسبوكم كي تكتبوا الاسم وتكتبوا شكون هذا الشخصية تاريخ الميلاد وين قرأ واش عمل في حياته واش حقق كنجاحات ومن بعد في الخاتمة تذكروا مثلا إلا عنده كتب تذكروهم إلا عنده مؤلفات إلا عنده رسومات ومن بعد تختموا بالوفاة نتاعو هذا ما كان. الا حبيتوا تزيدوا خاتمه سطر ولا زوج ما عليناش الا ما عرفتوش هذيك نورمال اي ديبانس على خاطركش كي تجوا تكتبوا فقره كل واحد والفوكابولوري اللي عنده يعني كل واحد والقوه الفوكابولوري اللي يستعملها اسكو يكتب بزاف الفقرات اسكو ما يكتبش خلاص. هذه هي نتمنى باذن الله تكونوا فهمتوا الطريقه اكثر من احسن انه يعني تلقاو مثلا باراجراف هكذاك واجده. المهم سررت بزاف وفرحت بزاف بالتعليقات نتاعكم والشكر نتاعكم. دوموا يعني بقاو اوفياء ليا متابعيني. راح نكمل معكم باقي الفيديوهات راح نعمل لكم فقرات واحد اخرين خاصه المحور الثاني والثالث خاصه. كونوا في المتابعه بارتاجوا الفيديو لأصدقائكم باش يستفادوا من طريقة كتابة الفقرة وكيفاش يكتبوا. وهذه هي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.